أنا بديت بالنسبة بديت أنا في مجال العمل ذا بعد وفاة الوالد تقريبا أسبوع أو بعشر أيام تقريبا عام 1412. نعم وقتها كان عندي يعني تفاجأت من الجهة المختصة في المجال الشيء ذا أنهم بيلغوني على أساس أن عندي مهمة تنفيذ. فالحمد لله وقتها ما كان عندي طبعا سيوف ولا إلى آخره، لكن أسرت بالسيوف حقة والدي على رحمة الله ونفذت فيه. وكان أول مهمة لي في 3 أشخاص، نبدأ بالسلطان. طبعا هذا السلطان أنا بدأت فيه بالنسبة يعتبر أقدم سيوف بالنسبة لي في عملي يوم بدأت فيه، يعني والله قديم جدا. هو جوهر، كل السيوف اللي موجودة عندي جوهر. جوهر هو جوهر هو أقو 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 سيوف لتنفيذ الحج. يعني أول شيء ما يأثر فيها كثروا أو قلوا الأشخاص اللي نفذ فيهم. ثاني حاجة حديده قوي، يعني ما هو من اللي يتكسر أو إلى آخره. وهذا برضو نفس الشيء، برضو جوهر. وكل سيف طبعا لها اختلاف لأداء المهمة. في عندنا السيف او بالاصح القردة، في بعضها نفذ بها تنفيذ سحب او هزع. عملية الهزع ده هذا طبعا يختلف عن السحب. السحب يبدأ بكذا، بعكس الوضع. السحب